خلونا بقى نستقبل اتصال تليفوني من الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الخير أستاذ سلمى. صباح الخير. صباح الفل على حضرتك. احنا بنتكلم عن معركة مش بالأسلحة ولكن بالقوانين وبالحقوق، فياريت تكلمنا أكتر عن معركة تحرير طابة الدبلوماسية. شوفي، هذه واحدة من أهم المعارك الدبلوماسية القانونية المهمة في تاريخ مصر المعاصر، ولعلها تذكر السادة المشاهدين بالمعركة التي كانت ربما أكبر من ذلك إلى حد ما، معركة تأميم قناة السويس. عندما احتشد الدبلوماسي المصري والقانون المصري بكل الأسلحة التي تدحض وتنفي كل أوهام وطرهات ودعاوى الخصم في قضية طابة، رغم أن اتفاقية السلام لم تكن على مستوى الأداء العسكري المبهر للجندي المصري في أكتوبر 73، إلا أن مصر التزمت بتنفيذ كل خطوات هذه الاتفاقية، وكان آخرها اللي هو رفع العلم المصري على سيناء، يعني كامل الأراضي اللي هي ب 25 أبريل 82. ابتدت المشكلة بالعلامة 91. بقيت قضية طابة. ادعى العدو انه هذه الجزء ليس من الأراضي المصرية. صحيح. الغريب انه مصر تعرضت لنفس المشكلة 1906 عندما كانت ما زالت رغم وجود الاحتلال الإنجليزي، لأنها كانت ولاية عثمانية حتى ذلك الوقت، والأتراك زعموا أن طابة ليست مصرية، واستطاع أيضا القانوني والدبلوماسي المصري في ذلك الوقت المبكر إثبات أنها مصرية. لكن في طابة بقى في الثمانينات الحقيقة شيء ولا أروع في تجييش كل يعني الطيارات المصرية. تجدي العسكري طبعا موجود والمدني موجود، تجدي حتى في السياسة من ينتمي إلى الحزب الوطني وقتها دكتور مفيد شهاب، ومن ينتمي إلى حزب الوفد دكتور وحيد رأف، تجدي طبعا المسلم، وتجدي القبطي الدكتور يونان جابي بريد المؤرخ الكبير رحم الله من رحلوا جميعا، تجدي من كانوا بعد ثورة يوليو العظيمة بخالد جمال عبد الناصر، ومن كان قبل ثورة يوليو زي وزير الحربية الأسبق إسماعيل شيرين الذي أمد الفريق المصري ببعض الوثائق والخرائط. تجدي فريق بحثي عظيم جدا الحقيقة ذهب إلى الأرشيفات التركية والأرشيفات الدبلوماسية المصرية، لعبت دور كبير جدا في موضوع الخرائط والوثائق والحاجات دي. طب فجهد عظيم جدا تم الحقيقه في حاله من حالات الاداء الاوركسترالي السيمفوني كده، فكره انه ده اوركسترا متكامل كل واحد بيعزف في مجاله بالطريقه المثلى لكي يخرج اللحن الاخير، لحن عظيم جدا. انا اعتقد احنا قدمنا يا فندم 29 خريطه مختلفه و10 خرائط من قدامهم 10 خرائط من الارشيف الاسرائيلي بتثبت احقيتنا للمكان. شوفي حتى العلامه بتاعت العلامه 91 اللي كانوا حاولوا اخفائها ووجدها المصريون مخفيه في الرمال، كل هذه الاشياء كانت يعني في فريق مصري بيعمل بشكل منظم لصد المراوغات دي، عارف ايه اهدافه. صحيح. عارف ازاي يقنع، لدرجه انه اعضاء المحكمه هم كانوا خمسه، مصري واخر من العدو وثلاثه محكمين محايدين، اربعه ضد واحد، يعني المحكمين الاجانب كلهم اقتنعوا بوجهه النظر المصريه، وتم في النهايه الحفاظ على كامل حدود الاراضي المصريه. انا عايز اقول لك يا سلمى حاجه، انه مصر تقريبا من الدول القليلة جدا في العالم اللي حدودها ثابتة منذ فجر التاريخ وحتى الآن. احنا حدودنا لم تتأخر لم تتغير، احنا دولة غير معتدية تم اعتداء على مصر على مر القرون والعصور. صحيح. ولكن دائما وأبدا ما تعود حدود مصر كما كانت وكما ستظل إن شاء الله رب العالمين. طب عايزين نعرف من حضرتك ايه أكثر المكاسب اللي حصلت عليها مصر بعد استعادة طابة؟
شوفي ال يعني الطابه كلها 900 متر مربع او كيلو متر مربع، يعني المساله مش في المساحه، المساله لو سنتي ومتر واحد من الاراضي المصريه فيجب ان يعود الى الاراضي المصريه. والمنطقه دي ميناء ايلات ده اسرائيل عايزه تتوسع فيه بشكل او باخر، فهي هتبتدي بكام سنتي؟ انت عارفه انه ميناء ايلات نفسه هي منطقه ام الرشراش اللي فيه اقاويل انها اردنيه صحيح. ولا مصريه، حتى الان لم تحسم المساله، لكن هذا ايلات احدى مظاهر الاعتداء الصهيوني على الاراضي العربيه. فانا لم تكن مصر لتسمح بانه طابه ايضا يتم اغتصابها وهي جزء اصيل من الاراضي المصريه. فالحقيقه هذا الجهد العظيم الذي بذل من الدبلوماسيين والقانونيين والعسكريين والمؤرخين جهد يسجل باحرف من نور على جدران الخلود لصالح الدبلوماسيه المصريه والاداء المصري بشكل عام. مصر لديها من الكوادر والخبرات العظيمه لدرجه انه دائما اقول انا جمله مشهوره قوي، انه يجب ان نعطي دائما وابدا الفرصه الحقيقيه لصاحب الكفاءه الحقيقيه حتى نحصل على منجز حقيقي يفيد الوطن باكمله. فاحنا في قضيه طابه منحنا الفرص الحقيقيه لاصحاب الكفاءات في كل المجالات، فكان هذا النتيجه المبهره ان عادت طابه الى لحمه الاراضي المصريه وكجزء اصيل من الوطن المصري. نشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي والمؤرخ الاستاذ محمد الشافعي.